طيب دلوقتي احنا لسه بنتكلم على الداتا لينك لاير. علشان نوصل الأجهزة في اللان اتفقنا ان احنا ممكن نوصلهم بالوايرلس او ممكن نوصلهم بسلك. احنا دلوقتي عايزين نشوف طريقة توصيل بسلك عادي اللي هو الايثرنت. قالك الايثرنت دوت بيبقى فيه مالتيبل سبيد، يعني ممكن يبقى فيه اكتر من سرعة، مثلا من 10 ميجا بت بير سكند لغاية 10 جيجا بت بير سكند على حسب نوع السلك، هل هو فايبر هل هو توستد بير، كلام من ده اللي احنا كنا اخدناه في داتا كوميونيكيشن. وعارفين ان هو اول حاجه استخدمت في اللان، يعني اكيد ما بداناش بالوايرلس، لا ده احنا بدانا بالايه، بالسلك العادي جدا، وعرفنا ان هو سيمبلر وايه وتشيب. الايثرنت اتفقنا كان في شكل يعني طريقتين توصيل، هو دي الطريقتين اللي كانوا مستخدمين، واحده قديمه اللي هي بتاعه الباص. طبعا عرفنا المشاكل اللي كانت بتواجه بتاعه الباص اللي هي مشاكل السكيورتي، لو حصل مشكله في الخط الاساسي وكلام من ده. وبالتالي اللي بقى شائع دلوقتي او اللي بدأ تستخدم دلوقتي في كل مكان اللي هو اللي يبقى فيه سنترال ديفايس، يعني يبقى فيه جهاز في النص كده ويبقى ايه الباقيين متوصلين ايه متوصلين بيه، ماشي، اللي هو الستار توبولوجي. طيب عايز اعرف الفريم ستراكشر بتاع الايثرنت، يعني هو مكون من ايه بالظبط. عايز اعرف الشكل مثلا الداتا جرام اللي جواه بيبقى عامل ازاي في الايه في الايثرنت. فقال لك اللي هو بيبقى اول حاجه فيه حاجه اسمها بيرمبل. بيرمبل ده هو تقدر تقول لك ايه، بتقول للريسيفر اللي هو السندر دلوقتي جاهز وناوي يبعت، او يعني بتعمل ما بينهم تزامن كده، بتعرفهم حاله بعض كانها بتعرفهم ببعض كده، بتقول لهم ده هيبعت وده هيبعت، وتبدا ايه تعمل تزامن ما بينهم. يعني الحاجه التانية طبعا اللي هي الادريسز اللي هو 6 بايت سورس وديستنيشن ماك ادريس، يبقى الماك ادريس بتاع السورس الراجل اللي بيبعت والراجل اللي ايه بيتبعت له، تمام، الماك ادريس بتاعه ده وبتاع ده. طبعا احنا هنا بنتعامل بالماك ادريس مالناش دعوه بالاي بي، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان احنا هنا بنوصل في نفس الايه في نفس اللان جوه اللان نفسها، ماشي. وطبعا برضو عشان احنا بنتكلم من واضح ان احنا بنتكلم على لاير رقم 2، لا لما احنا بنتكلم على لير رقم 2 يبقى طريقة التوصيل احنا كنا عارفين ان هي بطريقة الايه اللي هو قصدي عن طريق الماك اللي هو الماك ادرس. يعني ايه تاني اللي بديل ادرسز؟ التايب اللي هو الانديكيت الهاير لير بروتوكول. الهاير لير بروتوكول يعني لير رقم 3. هي لير رقم 3 كانت ايه؟ اللي هي النتورك لاير، اللي هو البروتوكول المستخدم في النتورك لاير، اللي هو ساعتها مثلا تقول اللي احنا استخدمنا الاي بي او استخدمنا حاجات تانية زي نوبل اي بي اكس او ابل توك. حد لو حد فاكر هنا دي حاجة عاملة زي ايه، انا هقول لك زي ايه، دقيقة كده هفكركم بحاجة كده، نعمل فلاش باك سريع وبعدين نرجع. لو حد كان فاكر هنا في ده في الشابتر 4 ما احنا كنا بنتكلم على النتورك لاير، لو حد فاكر ان كان عندي حاجة هنا اسمها بروتوكول كانت بتقول مين، كانت بتقول برضو البروتوكول اللي احنا استخدمناه في اللاير اللي فوقي. يبقى كل لاير لازم تقول لي او هي بتقول لي البروتوكول اللي احنا استخدمناه في اللاير اللي فوقنا. يعني مثلا لو انا في الداتا لينك فانا بقول لك اللي احنا استخدمنا البروتوكول الايه اللي هو الاي بي اللي بنا قصدي على النتورك. انا دلوقتي في النتورك اللي انا بقول مثلا البروتوكول اللي استخدمته في الترانسبورت كان ايه، كان التي سي بي مثلا او اليو دي بي وهكذا. يبقى كل واحد بي ايه بيعمل إيه الحوار ده. يعني يبقى ده كان التايب. السي ار سي ده اللي هي السايكليك ريدندنسي تشيك، دي اللي انا كنت عديتها وقلت لها هنزل لها لينك، دي ان شاء الله برضه هنزل لها لينك ان شاء الله ما انساش. يعني دي اللي هي بتعمل ايرور ديتكشن، دي حاجه زي التشيك سام ولكن يعني تقدر تقول ان هي حديثه شويه. يعني طيب الايثرنت unreliable وconnectionless. يعني ايه connectionless؟ يعني اول حاجه طبعا ما بيعملش هاند شيكنج، ما فيش سلام ما بينه وما بين الحاجه، بيوصل على طول مش كده. عشان كده انت برضو لو جيت مثلا توصل سلك بينك وبين الراوتر، ما بين جهازك وبين الراوتر، هتلاقيه وصل للنت على طول، ما فيش مثلا حد بيعرف حد ان هو هيوصل، لا ايه ما فيش سلام، يعني كلام على طول. unreliable يعني هو ما يضمنلكش ان ان الداتا توصل سليمة، ومش بس ان الداتا ما توصلش سليمة، ده ما يضمنلكش كمان ان الجانب التاني اللي بيستقبل اللي هو كارت الشبكة اللي بيستقبل هناك ما يضمنش ان هو يقول لك اك او ان اك، يعني ما يضمنش ان هو يقول لك ان الحاجة اتبعتت لي تمام او ما اتبعتتش تمام، ماشي. يبقى دوت كله ما بيحصلش هنا خالص في الايثرنت. امال امتى كان الاك والان اك ده بيحصل؟ على مستوى ايه ده؟ ده كان بيحصل على مستوى ترانسبورت لاير اللي هو اللي احنا كنا بنتكلم على مبادئ، لما حد لو حد كان فاكر لما احنا قعدنا نتكلم عن مبادئ الريلايبل داتا ترانسفير، اللي
مش كده؟ وبعدين قعدنا نتكلم على التي سي بي وازاي بيحصل وازاي بيحصل اك ومش اللي هو الكلام ده يعني. اما هنا في الايثرنت لا، الايثرنت ابسط من كده بكتير يعني. راجل ما بحبش التعقيد، ملوش دعوه بالحوار ده، هو سلكه بتتوصل وخلاص ماشي. وقال لك ان الايثرنت ماك، لما ماك بروتوكول هنا بقى، مش قصده هنا بماك ماك ادريس، لا هو هنا قصده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في الايه، في المحاضره اللي فاتت، اللي هو هنا قصده اللي هو المالتيبل اكسس بروتوكول. المالتيبل اكسس بروتوكول عشان تقدر مثلا لو اكتر من جهاز بيشاركوا في نفس الايه، نفس اللينك، فهو هنا بيتعامل مع السيزما سي دي علشان ايه، يتعامل مع الكوليجنز وكده. طبعا احنا اتكلمنا عن كده في الفيديوهات اللي فاتت يعني. طيب يبقى الايثرنت ستاندرد، طبعا في اكتر من ايثرنت ستاندرد يعني، في ايثرنت ستاندردز كتير، في معايير كتير ممكن نمشي عليها. واتفقنا ان في برضو اكتر من سبيد على حسب نوع السلك وكلام من ده، لو كان فايبر، لو كان تويستد بير، يعني الكلام من ده احنا كنا برضو اخدناه. وفي ديفرنت فيزيكال لاير، يعني قال لك الفيزيكال لاير بقى على مستوى الفيزيكال لاير زي ما انا قلت لسه حالا، يا فايبر يا كيبل يا مش عارف ايه، يبقى ديفرنت سبيد، ديفرنت فيزيكال لاير ميديا، و اللي هو المالتيبل اكسس بروتوكول اللي هو بتاع ايه، اتفقنا اللي هو استخدمنا السيزما ايه، سيزما سي دي. طيب يبقى دي كانت المحاضرة 11، ودي يعني محاضرة بسيطة وما فيهاش اي حاجة. اخدنا فيها شوية كلام عن الماك ادرس، اخدنا فيها الاي ار بي والاي ار بي تيبل، ازاي بنعمل ماب ما بين الاتنين، ازاي هوست ايه بيتكلم هوست بي في نفس الايه، في نفس الشبكة، وازاي لو هو حب اللي هو ما بين لان ولان وبينهم راوتر برضو ايه اللي بيحصل، الهوست ايه بيبعت للراوتر والراوتر بيبعت للبي والبي كده بيعرفوا الماك ماشي. يبقى نراجع الكلام ده، الكلام ده كله بسيط يعني، بس ايه يعني، يعني مثلا نعرف يعني ايه اي ار بي تيبل، نعرف اي ار بي تيبل بيحصل ازاي، نعرف ايه بيبعت برودكاست اي ار بي كويري، بي بيرد عليه بالماك ادرس بتاعه بيسيف، وهكذا. يبقى نعرف القصص دي. وبس كده المحاضرة خلصت الحمد لله.